أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها لاغتيال الرئيس جوفونيل مويس رئيس جمهورية هايتي، وتتقدم بخالص تعازيها للحكومة والشعب الصديق في هذا الحادث الأليم، وتؤكد على ضرورة تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة دون تأخير. وفي بيان لرئاسة الجمهورية، أشار السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أنه في هذا الصدد تدعو جمهورية مصر العربية كافة الأطراف في جمهورية هايتي إلى التهدئة واستئناف العملية السياسية في البلاد والعمل على استعادة الاستقرار على نحو يضمن أمن الشعب وسلامة مؤسسات الدولة. كانت حكومة هايتي أعلنت أن رئيس الجمهورية جوفونيل مويس اغتيل جراء هجوم مسلح على مقر إقامته، وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء في بيان صدر أن رئيس مويس تعرض لجروح فتاكة برصاص مجهولين تسللوا إلى داخل مقر إقامته الخاص. وأضاف البيان، في حدود الساعة الواحدة صباحا من ليل الثلاثاء الأربعاء هاجمت مجموعة من الأشخاص المجهولين، من بينهم من يتحدث باللغة الإسبانية محل إقامة رئيس هايتي، متسببين له في إصابة قاتلة. وأدان الهجوم ووصفه بالعمل البغيض واللا إنساني والهمجي، ودعا إلى التهدئة، مضيفا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان استمرارية الدولة وحماية الأمة، قائلا ستنتصر الديمقراطية والجمهورية. وذكر رئيس الوزراء أنه يتولى الآن مهام قيادة البلد داعيا المواطنين إلى الهدوء، مؤكدا أن الشرطة والجيش سيضمنان النظام. وقالت تقارير إعلامية إن زوجة الرئيس الهيتي توفيت متأثرة بجروح أصيبت بها برصاص مسلحين، فيما دعا رئيس وزراء هيتي منظمة الأمم المتحدة لعقد اجتماعا لمجلس الأمن حول عملية اغتيال رئيس هيتي جوفونيل مويس. وفي بيان نقلته صحيفة ذهال الأمريكية، طلب كلود جوزيف المجتمع الدولي بإطلاق تحقيق في اغتيال رئيس هايتي والأمم المتحدة بعقد اجتماع لمجلس الأمن. وتأتي عملية الاغتيال هذه في ظل أزمات طاحنة تعيشها البلاد على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني، حيث تعرض رئيس هايتي جوفونيل مويس لمحاولة اغتيال في فبراير الماضي وأفلت منها بعد إحباط محاولة انقلاب في هايتي. وفي الشهور السابقة شهدت البلاد أعمال عنف، وقرر رئيس هايتي تعيين كلود جوزيف رئيسا جديدا للحكومة بهدف مواجهة الموجة الحادة من العنف التي تتخبط فيها البلاد حسب تعبيره. يذكر أن ولاية رئيس هايتي تنتهي في 7 فبراير 2022 المقبل، وكان جوفونيل مويس يحكم هايتي أفقر دولة في الأمريكيتين بمرسوم بعد تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر إجراؤها في عام 2018 قبل أن تنتهي حياته في عملية الاغتيال. وتأجلت الانتخابات في هايتي بسبب خلافات بين الفرقاء السياسيين حول عدد من المواضيع، من بينها متى تنتهي فترة ولاية مويس البالغ من العمر 53 عاما، وبينما كان الرئيس المقتول يقول إن ولايته الرئاسية تنتهي في فبراير 2022. نقلنا لكم الكثير من التفاصيل عن هذه العملية، عملية الاغتيال وإدانة جمهورية مصر العربية لها. شكرا جزيلا لحضراتكم على متابعتنا في هذه التغطية، وإلى اللقاء.